أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أهمية تعزيز التواصل والترابط المجتمعي والحفاظ على ما يجمع أبناء الوطن من قيم وموروثات اجتماعية تشكل سمة أصيلة للمجتمع البحريني. وكان سمو رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضبية كل من السيد علي والدكتور راشد وسالم أبناء محمد بن فطيس بن سالم الهاجري وأبنائهم، وذلك للسلام على سموه. وخلال اللقاء أشاد سموه بدور القبائل والعوائل البحرينية ومواقفها الوطنية المشرفة التي تشكل نموذجا في الإخلاص والولاء للوطن، مستذكرا سموه بكل الاعتزاز والتقدير ما قدمته العوائل من إسهامات جليلة في مختلف المجالات لرفعة الوطن وإعلاء مكانته. وأثنى سموه على ما تجسده عائلة الهاجري العريقة من نموذج مشرف للعائلة البحرينية، مشيدا سموه بإسهامات رجالات العائلة ودورهم في بناء المجتمع وتقدمه. من جانبهم عبر أبناء محمد بن فطيس بن سالم الهاجري وأحفاده عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يليه سموه من حرص واهتمام على تعزيز أواصر التواصل مع كافة مكونات المجتمع، داعين الله أن يحفظ سموه ويمتعه بمنفور الصحة والسعادة ويسدد خطاه لتعزيز رفعة وازدهار المملكة وشعبها. هي دارنا البحرين وللدار، والدار مهما كان نبيع العمر والروح كله ونفديها. البارحة يا أمير ممسيت سهران مظليل كله وأنا رتب معانيها، أسوق النوادر والجزاين مع القيفان للي تراب الوطن بالعز بانيها. خليفة كما غيث تنزل من الرحمن، خليفة كما غيث تنزل من الرحمن، رئيس وزارانا بفكرة يداريها، أبو علي الشهم للأمن عنوان، درع الوطن من كل من هو يعاديها. أبو علي الشهم للأمن عنوان، درع الوطن من كل من هو يعاديها. مواقفك بينه على مر الأزمان أمور واجد والله إنا ما نحصيها. هل الخير والطيب تجزى بالإحسان، وهل الشر والعدوان تعرف خوافيها، واختامها يا الله يا علي الشهم إنك تحفظ الدار وتعز من فيه. سلامتكم.